متواجدين اليوم هنا بحكم تلقينا واحد العزومه بالنسبه للافطار في هذا الشهر المبارك العظيم اللي كان بارك الجميع المغاربه وجميع المسلمين عامه. وبنفس المناسبه جات مع اليوم اللي كيلعب فيه المغرب ضد نظير البيرو، واستغلينا الفرصه من بعد الافطار مشينا نتفرجوا باش نتابعوا المباراه. الحمد لله كان الحلم ديالنا وماشي غير حلم، كنا دائما ننتظروا غيجي واحد النهار فاش يولي المغرب في المستويات العاليه. الحمد لله تحققت هذه الامنيه وشفنا الفريق المغربي ديالنا كيلعب واحد الثقه، هذه هي اللي كانت ناقصاهم من قبل. بالعكس كانوا عندنا لعابه دائما مزيانين، ولكن كانت دائما كتكون واحد عدم الثقه وكان عدم الانسجام من بعضياتهم، ولكن الحمد لله ولا الفريق تيلعب يعني بلا ما يشوف فين غادي يلوح الكره، كيعرف راسو الكره لاحا غادي ياخذها واحد اخر، لانه يمكن التداريب اللي ولاو تيديروها مجموعين يعني تنشوفهم ولاو تيهزموا فرق كبيره اللي فازت ببطوله العالم بكاس العالم عده مرات، والحمد لله تنشوفهم تيتقاتلوا. كان واحد الفوز رائع رائع تاريخي بالنسبه لنا اكثر من اللي وصلوا ليه في لا كوب دي موند، لانهم يشي هزموا البرازيل يعني شي حاجه اللي فوق رائعه. الحمد لله اليوم تنشوفهم تيلعبوا مع البيرو، البيرو كيخدموا الخشونه بزاف يعني تنتمنى ان ما يتعطبوش من اللعبه ديالنا، وان شاء الله غادي نشوفهم دائما في المراتب الاولى. تنظن هذا الجواب تجاوبوا لك بنتي باش تعرف يعني الحقيقه ديال كيفاش ندوزوا رمضان ديالنا. هاي معكم اكزينا. سو رمضان احسن environment ديال رمضان هو here in Morocco. شحال من مرة دوزنا رمضان في the US مي حيت مدرسة وبحال هكا، ولكن أحسن رمضان كيكون هنا في المغرب، ومام مازال كتس كتشجعنا على tradition، وحنا أصلا بحال كتجينا بيزاغ بحال منين كنا نعيش بلا tradition. So دائما المغرب كان في قلبنا ودمنا، so always دائما كان tradition فين ما كنا في the whole world Moroccan tradition. أنا كنشرب قهوة بزاف، so قهوة ضروري قهوة. ممكن يجيبني مسمى المعبد باب مش كيكونوا باب مسمى المعبد، هي حاجة اللي ضروري 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 has to be في طبلة هيتي كنت نفطر بها. Like that's just my favorite. كتكوزينها شوية كطيبي كتشقي شوية؟ يا لا 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 كنطيب وكنشقى شقى كنطيب وكنشقى. إن شاء الله after رمضان عندي أغنية درتو with producer Belch، و درنا فيه بحال Arabic vibe وفي نفس الوقت like European و English. So وسجلتو هير هنايا في المغرب، so ان شاء الله غيكون حاجه زوينه تعجبكم. يعني انا همي الوحيد هو الابناء ديالي والتربيه ديال الابناء ديالي، والحمد لله كلهم وصلوا وتوظفوا وصلوا مراتب عاليه. زينه مازال في الدراسه، وصلت يعني كذلك في المستوى الفني في واحد المستوى عالي سواء داخل المغرب او في امريكا. الحمد لله انها يعني هي الاخيره من ضمن الابناء ديالي، دائما انا معها، شغلت لي حياتي لانه ما شاء الله عليها عندها واحد الافكار ديالها، الا كتشوفها هي هكا صغيره ولكن الافكار ديالها كبيره، دونك كتمشي معايا في عوض ما انا نمشي معها في الاجواء ديالها كتمشي معايا هي في الاجواء ديالي. هذاك الشيء علاش انا تنشجعها دائما وتنقضي جل الاوقات ديالي معها. بطبيعه الحال كنشوف الابناء ديالي، مي كل واحد راه في مدينه مختلفه، زينه اللي كتكون معايا اكثر شيء، والحمد لله منسجمين. تنشوف داكشي اللي كدير ما كنشوفش فيه الغلط، لانها الناس ما خصهمش يحكموا بالمظهر، خصهم يحكموا اشنو كاين داخل القلب واشنو كاين داخل في التربيه، وباش هما يعني امنين. والحمد لله
الايمان قوي والدين ديالهم متشبتين به يعني كما ينبغي، والحمد لله ما كنلقاش شي صعوبه بالرغم من المهام اللي عندي راه كنقضيها. غالبا ما تتكون معايا بنتي بحكم انني رئيسه نادي الرجاء الرياضي لالعاب القوى، مني تتكون بنتي هنا في المغرب، يعني فين ما تتكون عندنا شي سباقات كترافقني وتنقضيو اليوم مع بعض، كتروح تتمشي معايا للتدريب الا كنت عندي شي دراري كنتريني بهم، دونك كتوقف معايا حتى هي تتعطي رايها، والحمد لله هي منساني وانا منساها. She's my best friend. Yes, thank you. I love you. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.